على الرغم من بدايتها الفنية كمونولوجيست ومغنية وراقصة، إلا إنها أتقنت أدوار الشر وأدتها ببراعة، وتعرفت من خلال جملة قطيعة محدش بياكلها بالسهل، لكنها في الحقيقة كانت حنونة وطيبة جدا ورقيقة كمان، وبتمد كل العون والمساعدة للي محتاجين والفقراء والمساكين. هي الفنانة نجمة إبراهيم، وهنستعرض معاكم مواقف إنسانية ومين هي أختها الفنانة المشهورة وأهم المحطات في حياة ملكة الشر والرعب نجمة إبراهيم. اسمها الحقيقي بوليني أوديون، تولي هي من مواليد 25 فبراير عام 1914. أختها هي الفنانة الجميلة راقية إبراهيم، وكانت أسرتها مهتمة جدا بتعليمها تعليم راقي، فدرست في مدارس الليسي في القاهرة، إلا إنها ما كملتش دراستها وفضلت المجال الفن عن التعليم. وفي أحد الأيام سنة 1920 ذهبت بوليني مع والدتها لشراء بعض الأقمشة، وكان عمرها في الوقت ده 6 سنين. وأثناء انشغال والدتها تاهت منها وقعدت على الرصيف في الشارع بتعيط، وقابلتها سيدة مصرية وهي المطربة حياة صبري، ورق قلبها لما شافت بوليني واخدتها لاسم الشرطة. بس المطربة حياة ما فضلتش ان البنت تبات ليلة في الاسم، فطلبت من المأمور ان البنت تفضل معاها لوقت ظهور اهلها. وافق المأمور، وبعد خروجهم من الاسم ذهبت المطربة حياة مع بوليني لأحد المسارح بالقاهرة لأداء بروفات، وكان في انتظارها الموسيقار سيد درويش وكمان نجيب الريحاني وبديع خيري كمان. ولما شافوا الطفلة وعرفوا قصتها، فضل نجيب الريحاني يهزر معاها وكمان غنى لها سيد درويش أغاني. وبعد انتهاء البروفة أخذت حياة صبري بوليني لبيتها، وفي منتصف الليل وجدت رجل وامرأة على بابها، فعرفت انهم والدها ووالدتها، وكمان عرفت ان العنوان خدوه من اسم الشرطة، فرحبت بيهم ووبخت والدتها على اهمالها في البنت، وطلبت منها الانتظار للصبح حتى تستيقظ البنت. وكانت الليلة دي هي ليلة فارقة جدا في حياة بوليني، لانها ما صدقتش نفسها انها شافت عمالقة الفن الريحاني وسيد درويش وبديع خيري، وبدأ يدق في قلبها عالم الفن. ومرت السنين والفن مازال في ذهنها، فبدأت تجهيز نفسها للدخول عالم الفن، والتحقت بفرقة فاطمة رشدي كمغنية، وكمان اشتغلت مع بديعة مصابني، وخطوة بخطوة تدرجت في الفن. ومن خلال مشوارها كانت مرشحة بقوة لمنافسة أم كلثوم، وده اللي كان الكاتب الراحل محمد شكري كان بيفكر فيه، فقال عنها عندما كانت تلقي المقطوعات: كانت كل مرة تقف فيها على المسرح وتقوم عاصفة من التصفيق وإعجاب الجمهور بيها، وقال إنها لم تكن ممثلة لكنها أم كلثوم أخرى. أما أهم دور في حياتها واللي سببه شهرتها عرفها الجمهور هو دورها في فيلم ريا وسكينة سنة 1953، اللي جسدت فيه شخصية ريا، ونال الفيلم شهرة كبيرة لدرجة ان الجمهور اصبح يناديها باسم ريا. وفي يوم من الايام، وبسبب مواقفها الوطنية وسمعتها الطيبة، اخبرتها خادمتها ان في اسمها ام جميل وبتبات في المقابر بعد استشهاد ابنها الضابط بالقوات المسلحة، وانقطع سبيل العيش لديها، وطلبت منها انها خادمتها ان هي تساعدها ولو بالقليل. فرق قلب النجمة إبراهيم للسيدة وراحت بنفسها المقابر علشان تشوفها، وفجأة اكتشفت انها المطربة حياة صبري، فبكت الفنانة نجمة إبراهيم على حال الحال وازاي اصبحت المطربة حياة صبري عجوزة ومتسولة وبتنام كمان في المقابر. وبعد ما كانت مطربة كبيرة واتكلمت عنها نجمة إبراهيم وفكرتها بالليلة اللي مرت بيها من 40 سنة عندها في البيت، واخدت نجمة إبراهيم لمنزلها، وكان الزمن بيعيد نفسه. واتصلت نجمة إبراهيم بنقابة الموسيقيين والقوات المسلحة وزمايلها في الوسط الفني، وطلبت منهم العون لامرأة غدر بيها الزمن وفقدت ابنها فداء الوطن. وبالفعل نجحت نجمة إبراهيم في تحقيق هدفها، ونالت المطربة حياة صبري التقدير حتى توفاها الله بعد شهور قليلة.
أما حياتها الخاصة فتزوجت الفنانة النجمة إبراهيم مرتين، المرة الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي وكمان دام الزواج ما بينهم 9 سنوات، والمرة الثانية من الممثل والملحن عباس يونس. وفي أواخر أيامها عانت من ضعف شديد في البصر، وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاجها على نفقة الدولة في أسبانيا، وتم شفائها. ولكن بعد شفائها أصيبت بشلل فاعتزلت الفن نهائي، حتى رحلت عن عالمنا في 4 يونيو عام 1976 عن عمر يناهز 62 عاما، بعد مسيرة فنية عظيمة. قدرت أفلامها 3 أفلام ليها للدخول قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهم ريا وسكينة وجعلوني مجرما وصراع الأبطال. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.